قيادة الدراجات النارية ستصبح أكثر متعة وسهولة مع انتشار الأجهزة القابلة للارتداء. شركات عدة بدأت عرض ابتكاراتها في هذا المجال، وآخرها شركة لايف ماب الروسية. فهذه الخوذة الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد مزودة بنظام تحديد المواقع العالمية GPS، ويمكن التحكم بها بواسطة الأوامر الصوتية. وسيرى سائق الدراجة النارية الإرشادات مباشرة على الزجاجة الواقية للخوذة بتقنية الهولوغرام. ولكن ماذا عن سلامة مرتدي الخوذة أثناء القيادة؟ اخترعنا تقنية مميزة يمكن من خلالها رؤية الإرشادات على الزجاج بشكل شفاف. إن الخوذة تعمل بمثابة مساعد شخصي بواسطة الأوامر الصوتية فقط، من دون الحاجة للتشويش على الرؤية وإزعاج السائق. تجدر الإشارة إلى أن الخوذة الروسية ليست الأولى من نوعها، لكنها حسب مطوريها الأقل وزناً وكلفة من مثيلاتها. فالعام الماضي كشفت شركة أمريكية ناشئة عن خوذة سكالي التي جرى تمويلها بشكل جماعي، وتم تزويد سكالي بكاميرا خلفية تصور كل شيء لمن يقود الدراجة، فضلاً عن نظام للملاحة يشبه خرائط جوجل، وتعرض البيانات الخاصة بالدراجة النارية كمؤشر السرعة. وتسمح الخوذة الأمريكية للسائق بتلقي المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والرد عليها بواسطة الأوامر الصوتية. وينضم إلينا هنا في الاستوديو مدير شركة ستروكرز الشرق الأوسط ماهر رباني. صباح الخير. صباح ماهر. النور. تتابع بشغف هذه الخوذة، ما رأيك فيها؟ الخوذة كويسة طبعا، في شريحة كثير من الدراجين بيحتاجوا الجي بي اس، بيحتاجوا يردوا على تليفون وهن سايقين، ولكن في شريحة أخرى بعتقد من هواة الدراجين اللي بيحبوا شوي يطلعوا من جو الشغل ومن جو الكونسنتريشن، التركيز شوي في الجي بي اس وفي التكنولوجي ليسوقوا الدراجة ويفضوا راسهم شوي. يعني هكذا خوذة لا تؤثر على تركيز السائق خلال القيادة؟ أعتقد نعم بتأثر، ولازم يكون اللي بده يستعمل هاي الخوذة لازم يكون عنده نوع من التريننج، التدريب، متعود ما يلبسها ويطلع فيها على الطريق بالسيارات، لأنه بعتقد ممكن تسبب له نوع من التشتيت إذا إجاه تليفون أو عم بشوف الخرائط، وقد تؤثر يعني لحدوث ارتباك بالقيادة أو حادث لا سمح الله. ولكن فيها خصائص كثيرة يعني أستاذ ماهر، مثلا جي بي اس، يعني في بعض الأحيان عندما لا يكون الشخص يعني يعرف المنطقة يحتاج إلى جي بي اس، بدلا من تكون لديه جي بي اس يعني أمامك جهاز تكون لديه في الخوذة، ما رأيك؟ ليست هذا أيضا تساعد السائق؟ نعم، أنا بعتقد أنه البايكرز الدراجين هن ثلاث أقسام. القسم الأول اللي بيستخدم الدراجة كوسيلة للتنقل أو كوسيلة للهروب من الازدحام او من الدراجه من الباركينجز، وفي ناس بتحب تطلع على الدراجه بس للهواي، وفي ناس بتحب تنبسط وانس اويك مره بالاسبوع يطلعوا على الدراجه بس عشان يريح راسه شوي من الشغل ويهرب من مشاغل الحياه. اعتقد الفئه الاولى اللي هن بيستخدموا الدراجه للمرحله العمليه بحاجه لهيك خوذي يكون فيها نظام يساعدن، مثل الدليفريز اللي بيعملوا توصيل، الامبوست، ممكن الناس اللي بتشتغل في التصوير لأنه كمان فيها أوبشن للتصوير، فممكن يحتاج أنه يكون في عنده كاميرا يصور الناس اللي حواليه في التراك لحرفة معينة، فبكون عنده تريننج معين بيقدر يستخدمها ضمن نطاق عمله. ليس فقط نطاق عمله أستاذ ماهر، يعني لو نظرنا لأوروبا في الكثير يعني من الدول هناك من يعني يستعمل الدراجة النارية بكثرة لأن هناك ازدحام، وبالتالي ربما كوسيلة الدراجة تكون أحسن وسيلة. نعم، هي الدراجة احنا بنشجع أنه تكون أفضل وسيلة للتنقل، لأنه طبعا بتحافظ على البيئة أكثر من السيارة وبتقلل الازدحام أكثر بكثير خاصة في المواقف. ولكن مثل ما حكيت أنه في فئة من الدراجين ممكن تحب تطلع على الدراجة للهروب من مجال العمل أو الرد على التليفون أو
يكون يعني عنده تركيز كامل في وقت ركوب الدراجة اللي هي كهواية عنده. يعني عادة هذه الخوذ لا تستخدم من الذين يقودون الدراجات النارية الصغيرة، يعني يمكن لهواة المسافات الطويلة لاستكشاف ربما مناطق في هذه يعني المسافات long rides كما تقولون عنها. صحيح. يعني هنا أهمية الجي بي اس كما قلنا. صحيح. والتمرين لها. حاليا في أغلب الدراجات الموديلات الجديدة فيهن جي بي اس بيلت ان زي السيارة بالضبط، بكون أمام الشاشة وممكن على السائق الدراجة أنه يطلع على الجي بي اس من غير ما يكون مشتت غصبا. نعم. أنه عم تطلع قدام عيونك الصورة، ممكن أنت الجي بي اس اللي في الدراجة تلفت نظرك تنتبه على الطريق يعني تنساه شوي. هل برأيك يمكن أن تستخدم هذه الخوذة في مسابقات الدراجات النارية؟ يعني هل لها فائدة في هذه المسابقات؟ قد يكون مفيد للي بيستعملوا التراكس الحلبي، ممكن لا يعرف الروت قدامه، بس أكيد هني بياخدوا تريننج بكون حافظة. يعني ما بعتقد كتير مهمة للتراك قد ما هي مهمة للناس اللي بتكون رايحة على مكان مش عارفة وين كجي بي اس. أو ممكن في ناس بتحب ترد على تليفونها وهي سايقة الدراجة لأنه عندن أعمال مهمة جدا ما فيهن ما يردوا، فكمان بتساعد. طب استاذ ماهر، يعني انا اسمع منك وانت تتحدث عن الدراجات الناريه وعدم استخدام التكنولوجيا والهروب من التكنولوجيا للهوايه، يعني افهم منك بانك انت يعني محب الدراجات الناريه، حدثنا اكثر عن هوايتك. الدراجات الناريه بالنسبه لي هي اسلوب حياه، مش هواي ولا باخذها طريقه للتنقل. هلا هي طبعا باسلوب الحياه بتكون طريقه للتنقل ولكن مش هو الهدف. الدراجات هي نوع من علاج فيزيائي، علاج نفسي، ثيرابي سميه. بس يطلع الواحد على دراجته شعور مختلف، انك تكون في سياره بين حديد وازاز، بتكون مفتوح open to the skies، مفتوح على السماء، فيك تحس بالهواء، تبعد عن تليفونك، بتبعد عن مشاغلك، عندك وقت وانت راكب على الدراجة بينك وبين نفسك تفكر. ولكن هل تنجح فعلا في الابتعاد عن التكنولوجيا اسلوب حياة؟ نحن الان اصبحت التكنولوجيا في كل مكان وحتى لا نستطيع نتخلى عنها الا على الدراجة. على الدراجة ما عندك اوبشن لانه ايديك واجريك دي ار بيزي اوريدي، فما عندك مجال. هلا عنا الخوذة لهيك انا ممكن اهرب منها، بس غيري اكيد راح يستعملها لانه اذا بتفيد مثل ما قلت راح تكون ديفينتلي ادد فاليو. ولكن هنالك من يتخوف من الدراجات النارية، فهي خطرة في بعض الاحيان، يعني ليس لا تشعر بالامان وانت تقودها. يعني بالاحصائيات الحوادث اللي بتصير في الدراجات اكثر بكثير من السيارات. طبعا اللي بده يسوق بتهور ان كان سيارة او دراجة او حتى تراك دفنت اللي راح يعمل حادث. ولكن اللي بسوق برزاني او بوعي كافي بعتقد بكون سيف. برايك يعني عفوا بالعوده الى موضوع الخوذه، هل هي لا تزال تحافظ يعني مع هذه التكنولوجيا التي اضيفت اليها، هل هي لا تزال تحافظ على السلامه التي يجب ان تقدمها للسائق؟ نعم، هي كسلامة حماية الرأس من الحوادث لا سمح الله، أعتقد فيها المواصفات العالمية للحماية. ولكن نقطة الاختلاف هي هل تكون، لأنه أهم شيء عند السائق الدراجي هو التوازن، لأنه دولابين مش أربعة، فإذا فقد تركيزه بالتالي بيفقد توازنه، فمشكلة كبيرة على السيطرة على الدراجة. فهل هي رح تسبب له فقدان للتركيز أو لا؟ طيب دكتور ماهر، يعني هذه الخوذة ربما تقودنا للحديث عن التكنولوجيا التي يمكن ارتدائها وبادت اليوم يعني منتشرة وتنتشر بسرعة أكبر، ما رأيك في هذا ربما المفهوم التكنولوجيا التي يمكن ارتدائها؟ هو مفهوم كويس، بيساعد كتير ناس في الحياة العملية لأنه بخفف عليهم حمل، بخفف عليهم تواجد في أماكن معينة مثل الديسكتوب مثلا، مش مضطر بعد تقعد على الديسكتوب، كل شيء صار يجيك على تليفونك، ممكن انك تحط سماعه بدل ما تقعد حتى تليفون في المكتب وتمشي وتحكي وانت في السياره وانت سايق وانت وين ما كان. في شغلات مفيده ديفينتلي، بس في بعض الاماكن الثانيه اللي هي الانسان بيستعملها ليهرب من التكنولوجيا، التكنولوجيا لسه بتلحق فيه. مثلك انت استاذ ماهر تهرب من التكنولوجيا. اود ان اشكرك مدير شركه ستروكرز الشرق الاوسط ماهر رباني، شكرا جزيلا لك. اهلا وسهلا.